أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، حيث يظهر في المقطع عارض الأزياء السعودي زياد المسفر وهو يحاول الهروب من شبان قاموا بالاستهزاء به، وذلك في وسط الشارع، حيث يظهر في المقطع الموديل السعودي زياد المسفر وهو يرتدي الملابس تشبه إلى حد ما ملابس النساء، إضافة إلى شعره الطويل، الأمر الذي تسبب له بسخرية من بعض الأشخاص الذين قاموا بالسير خلفه والضحك عليه، وقد قام أحدهم بجذبه من شعره، وحاول مرافقو زياد المسفر الدفاع عنه، إلا أن الشبان استمروا في اللحاق به والاستهزاء من مظهره. وقد انقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الكثير منهم ألقوا باللوم على زياد نفسه بسبب ملابسه الغريبة وشعره الطويل، حيث قالوا أن مظهره يخالف عادات وقيم المجتمع العربي وأن عليه احترام عاداتهم، وقال بعضهم أيضا أنه حر بأفكاره وبما يرتديه.